السلام عليكم اخوان. انا اليوم يم مربي بلجيكي. طبعا هذا المربي نتائجه جيدة جدا. طبعا الجماعة ما يجيبون طيورة لان ارباحها ما معروف عندكم، وانتم تدورون بس المعروف مع الاسف، وتشيتون عليهم زرق والمي قياش، بعدين تطلع مصخم ملطم ومسين وبالسباق مشبوع كتل. بس اكو مربين ما تعرفون اسمائهم، فانتم ما تشترون طيورهم، والتجار ما يجيبوهن لان انتم ما تشترون طيورهم وارباحهم قليله فما يجيبوهن. بس ان شاء الله انا راح اجيب لكم هاي الطيور، وهاي الطيور هسه هي بالقفاصه شوفوها. هذا مربي بلجيكي، هو اللي يسوي الاعلان مال بالجرايد مال هيرمان كوستر ومال ستيكر دونجر. وهاي الطيور هسه كلها تبزيره بس بيها ستيكر وهيرمان كوستر وكالم بوكس. طبعا نتائجه جيده جدا. هذا مكانه هو اليوم كان عنده سباق مال تدريب، يقول لي جيد جدا، دزيت 33 بالتدريب 60 كيلو طبعا مشترك، يقول خلال 3 دقائق اقل من 3 دقائق تقريبا 30 طير حاطات. زين هذا هو مكانه. طبعا هاي فوق هم براجه مال التبزير، هاي هنا طيور هسه هو راح يجي، وهذا يمكن ابوه ما ادري اخوه شريكه جو يطوف. هذا مكانه شوفوا كلش حلو، طبعا منطقه ريفيه. هو شوفوا منطقه ريفيه كلها، ان شاء الله الطيور توصلكم خير وسلامه، والعراقيين استفادون منهن الجنايه. وطيور بطل بلجيكي خط طول ما معروف عندكم، بس طيور درجه اولى وراح تسجل وراح تغلب احد الدفاتر صدقوني. ان شاء الله نال اعجابكم. هاي الطيور راح تروح الناصر حسن ابو ضميري بمشتل مصطفى، مصطفى عبد الزهر الله يرحمه. ما نشوفوا هاي الطيور مالته مال تبزير، هذا اني مفرودات، هذاك عنده ماشي خلنا نسأل عليه شنو هو. طبعا جوا هواي طيور، فوق عنده همه هاي هنا. خلينا نشوف هنا شكو، طبعا نستطلع المكان. ها هاي هم طيور، هاي هم طيور عنده. طبعا هم منطقة ريفية عندهم مكان هواي. هاي طيور مال تبزير بس الخانات مقفلة، السقف تهوية كلها تهوية عندهم. شوفوا هاي طيور، هذا هو البطل. هلو يبين لك شو حصلت بلوك يا؟ لوك فان دا بلاتس. لوك فان دا بلاتس اسمه. Ich bin heute 57 Jahre alt und aber 57 سنة عمره. Aber taube zusammen mit Vater wenn ich ein ganz kleiner Junge war. يقول أني السابق كنت ويا أبوي من كنت صغير كلش صغير. Und zusammen mit Papa in seinem Haus Mittelstrecke und Weitstrecke. Ja. Noch immer. Heute ist er 82 Jahre alt. Und, 82 deine Vater. Ja. Abu 82 لحد الان عمره. Und aber wir haben viermal erste National geflogen und 18 mal erste Provinzial Weitstrecke und auch viele Meisterschaften. يقول اني بالسباقات الطويله ماخذ ناشونال و18 مره ما اعرف سماها بالهولندي. In 2012. Aber die Taube Langstecke oder Kurzstecke? Bei Papa. Aber das ist die Geschichte. Ne? Und bei hier in meinem Haus habe ich in 2012 angefangen Kurzstrecke. Kurzstrecke. يقول أني جيت بهذا البيت 2012. 2012. وبهذا البيت 2012 سابقت قصيرة. كان قبل السابق ويا أبوه متوسطة وطويلة.
Und in 2012 mit Junge habe ich Originale von Stickers Donkers. يقول جبت بال 2012 من ستيكر دونكرز und Leo Hermans. Leo Hermans. Karl Books. Karl Books. Und auch noch gute Tauben gekauft mit viele Erste bei kleine Spieler. يقول هواي جبت طيور من الدول الصغار المربين ما معروفين اللي طيورهم ماخذة أول أول جبتهم. Und in 2012 angefangen, in 2016, in 5 Jahren habe ich 100 Erste. 100. يقول من 2012 إلى هسه 2016 عندي 100 مرة أول. Good. يا قوت التوبة. يا قوت التوبة يقول عندي كل الزين طيور بال 2012 بادي بهذا البيت إخوان. ل 2016 عنده 100 مرة أول. Und heute, 29 März, haben die Tauben für die erste Mal in 2017 Trainierkonkurs geflogen. Okay, ich habe gesagt. هاي يقول اليوم دزيت الطيور للسباق انا حكيتهم بالبداية. Okay. Und haben Sie eine Schale hier? Schale? Ja, Taube Schale. Okay, danke schön. Ich muss jetzt erklären, ja?